أحداث غامضة وأسرار بالغة الخطر وواقعة مريبة ومثيرة دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لإخفائها عن أعين الجميع لسنوات طويلة قبل ما يتسبب كشفها في جدل تاريخي وغير متوقع. فما القصة؟ أزاحت الولايات المتحدة الأمريكية الستارة عن العلاقة الغامضة التي جمعت بين العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني وشاه إيران محمد رضا بهلوي، وكيف تنبأ ملك المغرب بسقوط الشاه، وهل كان لديه يد في ذلك؟ صداقة غامضة جمعت بين الرجلين، ونصائح متتالية متعاقبة أفردها الحسن الثاني لنظيره الإيراني في كل مرة يجمعهما لقاء رسمي أراد فيها أن يبعث له برسائل تحذيرية لإصلاح ما يمكن إصلاحه، ولعل أبرزها عدم حضوره حفل شديد البذخ في الصحراء الإيرانية دعا له مشاهير العالم، خاصة بعدما نصحه بأن يقلل من صناعة التماثيل التي تمجده ويبتعد عن الحفلات الباذخة والمبالغ فيها. كانت نصائح الحسن الثاني نابعة عن مزيج من الخوف على صديقه والتأكد بما لا يدع مجالا للشك مما يدور خلف الأبواب المغلقة في الدول العظمى التي لا تفضل أن يستمر الشاه حاكماً لدولة إيران. كانت الحالة في سبعينيات القرن الماضي تنذر بكارثة محتملة أدركها الحسن الثاني بوضوح في ظل وجود مشاكل داخلية لديه ومعارضة إيرانية أكثر قوة تعيش في الدول التي لا تحبذ شاه إيران. لم يخش العاهل المغربي الحسن الثاني من غضب صديقه وباغته بوضوح أنه يرى سقوطه أصبح وشيكاً، وعليه أن يحاول إنقاذ نفسه وعائلته ودولته من السقوط في أيادي العابثين من بعده. لم ينتبه الشاه لتلك الرسائل واستمر على ما هو عليه، ورغم كل ما صنعه الحسن الثاني لأجله إلا أنه كان يغضب بشدة عندما كانت تهاجمه الصحافة الأوروبية المدعومة من المعارضة الإيرانية بشأن علاقتيهما، خاصة بعدما وصفته الصحف ذات مرة بأنه يفتقر إلى التكوين العلمي الذي يتمتع به الملك الحسن الثاني وإلى المرجعية التاريخية بحكم أن والده رضا بهلوي كان قد وصل إلى السلطة بطرق ملتوية. وفي النهاية حدث ما تنبأ به الحسن الثاني وانتهى حكم الشاه في إيران بعدما ثارت عليه الجماهير الإيرانية في ظل تردي الأوضاع واللسان الجميل من قادة الثورة الإسلامية بمستقبل باهر. ومع تصاعد حدة الأحداث لم يرغب أحد في استقباله وإيوائه لديه نظراً لتقلباته المزاجية وعلاقاته غير المستقرة، فظل يتلصص مكاناً يأويه وهو في باخرة بحرية لا تدري بأي ميناء عليها أن ترسو. لكن يد العون قدمها الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ومن ورائه الملك الحسن الثاني لاستقبال الشاه في حضرته بعد صداقة غامضة جمعتهما معا وتنبؤات صريحة بضرورة التغيير. وإلا برأيكم ما الذي جعل الشاه إيران لا يتوقع هذه النهاية المحتملة رغم حديث كافة الأصوات داخليا وخارجيا عنها؟